تعالى نستقبل كده مجموعة من رسائل الناس اللي بعتتها المستر موسيماني. قلنا كده ندي فرصة للجمهور اللي مش عارف يدخل مدرجات يتكلم ويوصل صوته. نبتدي بأمي بنت الأهلي بتقول عايزين العشرة يا موس، موس خلاص ده بقى لقب مستر موسيماني. وبعد كده الدوري والسوبر الأفريقي والسوبر المصري والكاس، ونقفل خماسية نروح كأس العالم، نقابل تشيلسي ناخد كأس العالم وتبقى كده فل. حلو لذيذة جدا. شايف انه جماهير النادي الاهلي مع 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 موسيماني سقف طموحاتها ارتفع؟ شايف انه يعني الراجل مسيرته رغم انه ما كملش سنه معانا تقريبا، شايف انه سقف الطموحات طبعا يعني سقف الطموحات وصل لاعلى درجه، لان هو مدير فني ناجح، كل البطولات اللي دخل فيها الحمد لله قدرنا نكسبها. فطبعا طموح الجماهير بيزداد. بتقيس نجاح المدرب بالبطولات بس؟ نمرة واحد. نمرة واحد طبعا. في نمرة اتنين وتلاتة؟ في، بس مش مهم. بس مش مهم. هو المهم البطولات. تمام. يعني بيخش بطولة بيكسبها، لأن هي دي اللي بتقعد، مش الأداء واللعب والمستوى، لا. تمام. بيتنسي. طيب نروح لرسالة تانية من حسام السيد. مش ناسين رسالتك لينا مع وصولك لتدريب الفريق، لما قلت امنحوني الوقت والدعم وسأصل بالفريق إلى أعلى الدرجات، نحن ندعمك ودايما موفق يا بيتسو. أعلى الدرجات، هل الفريق وصل مع موسيماني لاعلى الدرجات ولا لسه من وجهه نظر كابتن خالد؟ لا لسه شويه. لسه شويه يعني الاداء، كل ما الاداء هيرتفع احسن وهيكون مقنع في كل الماتشات يبقى كده وصلنا لمرحله كويسه مع الفوز. طبعا مع الفوز. الاداء يرتفع ازاي يا كابتن خالد الفتره اللي جايه؟ الاداء يبقى مقنع. تتوقع اساسا انه القماشه اللي مع مستر موسيماني النهارده قدمت اعلى ما لديها من امكانيات واداء، ولا لسه شويه، ولا شايف انه الراجل يحتاج الى دعم برضو؟ اذا كنا بنتكلم على القماشه نفسها فيحتاج الى تدعيم في بعض المراكز عشان يقدم الكوره اللي جماهير نادي الاهلي مستنياها. لا انا شايف القماشه بتاعت اللعيبه اللي موجوده عندنا هايله. هايل. مش ناقصنا حاجه، انت في كل مركز عندك اثنين وثلاثه لعيبه. تمام. واكبر دليل على كلامي ان في فتره ضغط المباريات لما مستر موسيماني عمل الروتيشن وابتدى يلعب ناس ما كانتش بتلعب، لا بنكسب وبنأدي والامور ماشيه كويس. طيب مش مستر موسيماني بقى اللي بيقدم اعلى مستويات الاداء، الفرقه او القماشه بتاعت اللعيبه بتقدم اعلى مستويات ادائها من وجهه نظره؟ لا عندهم احسن. عندهم احسن. طبعا. تنتظر انه الاحسن ده يجي في الفتره اللي جايه، ولا بنتكلم على موسم جديد او لا؟ باذن الله الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه. طيب موسيماني من افضل، ده احمد سعيد الحلواني، من افضل موسيماني من افضل المدربين في القاره الافريقيه، احنا كجمهور اهلي موسيماني دخل قلوبنا او داخل قلوبنا، ونتمنى منه كل التوفيق مع الفريق الاول. بقول له احنا في انتظار بطوله افريقيا العشره بتوقيت الاهلي ان شاء الله، تحياتي لكم من اشمون منوفيه، اهلاوي وافتخر. رايك انه الاهلي عنده القدره انه يحقق البطوله الثانيه على التوالي في دوري الابطال والنجمه العاشره في تاريخه؟ باذن الله، بس بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، وزي ما قلت طبعا مجهود اللعيبه والتركيز والتعامل مع الماتشات اللي جايه في السيمي فاينال، وباذن الله في الفاينال بشكل كويس باذن الله نستطيع ان احنا ناخد العشره باذن الله. طيب اللعيب المصري ده من المديونير بيقول اللعيب المصري بيحترم المدرب اللي شخصيته قويه، وشفنا ده مع الساحر مانويل جوزيه ومع فايلر. انا بصراحه نفسي اشوف، نفسي احس الاحساس ده فيك، الجمهور نفسه يشوفك، يشوف شخصيتك قويه مع اللعيب. لا اكيد، هو لو اكيد في شخصيه قويه من قبل مستر موسيماني، يعني لان هو لو مش شخصيته قويه مع اللعيبه مش هيقدر يسيطر على كم النجوم دول كلهم. طبعا طالما هو مسيطر على النجوم اللي موجوده في الفرقه والاتموسفير بتاع التيم والنظام وكل الكلام ده، يبقى هو راجل شخصيته قويه مع اللعيبه. يعني ايه مدرب حاجة